أهلا بكم إلى تفاصيل جولتنا. أخبار الساحل من العاصمة نواكشوط. وصل الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز إلى مدينة اسطنبول التركية للمشاركة في القمة العالمية الإنسانية الأولى المنعقدة في تركيا خلال 23 و24 من شهر مايو الجاري. وتسعى الأمم المتحدة من وراء تنظيم هذه القمة إلى حشد الدعم من طرف جميع الدول لإنهاء مأساة ملايين الأشخاص عبر العالم. العالم بحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى إلى مضاعفة الجهود من أجل إغاثة المنكوبين والمشردين والمحرومين من حقوقهم، فالإحصائيات تشير إلى أن أكثر من 130 مليون شخص فاقدين لحقوقهم الأساسية، وأن أزيد من 40 مليون شخص مشردين من بلدانهم نتيجة الحروب والصراعات المسلحة، بينما يوجد 20 مليون شخص آخرين في حالة تشرد داخل بلدانهم، هذا فيما أجبر 113 مليون شخص آخرين على الهرب من بلدانهم نتيجة لكوارث طبيعية. الأمم المتحدة استنجدت دول العالم لقمة اسطنبول من أجل اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإنهاء معاناة 91 مليون شخص عبر 40 دولة في مختلف أنحاء العالم، وذلك عن طريق جمع 21 مليار دولار. ويتوقع أن تسهم هذه الجهود في إعادة 40 مليون شخص من المشردين إلى مواطنهم الأصلية في أفق عام 2030. ولا شك أن القارة الإفريقية من أكثر القارات التي يفتقد فيها الإنسان لحقوقه الطبيعية نتيجة لانتشار ثالوث الفقر والإرهاب والجهل. ففي موريتانيا مثلا التي يشارك رئيسها في هذه القمة يوجد أكثر من 55 ألف مشرد مالي في مخيمات برة على التخوم الشرقية للبلاد.